مستدامة. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى العاصمة السودانية الخرطوم لنقل وقائع توقيع عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين. الاتفاقيات تتم بين وزير الشباب والرياضة المصري ومثيله السوداني، ويأتي ذلك في سياق زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم والتي تمت صباح اليوم، واستقبله خلالها الرئيس السوداني عمر البشير. وتهدف الزيارة إلى تناول الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين. وزيرة الصحة المصرية أيضا قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع نظيرها السوداني ضمن الزيارة الشاملة التي يقوم بها الرئيس السيسي، وسيتم خلالها توقيع حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة. ونتابع الآن أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الإذاعة والتلفزيون بين الجانبين المصري والسوداني. هذا الصباح كان الرئيس البشير في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار الخرطوم الدولي، وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي وعزفت الموسيقى بالسلمين الوطنيين للبلدين. اتفاق ميثاق الشرف الإعلامي مدونة السلوك المهني. يتم الآن توقيع اتفاق ميثاق الشرف الإعلامي بين الطرفين، ويوقع عن الطرف المصري السيد مكرم محمد أحمد رئيس اللجنة الوطنية للإعلام. والآن جاء دور القطاع الخاص الذي يمثل القاطرة التي تعبر عن التعاون الحقيقي بين البلدين. اتفاقية التعاون بين الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني والاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية حول تنشيط أعمال مجلس الأعمال السوداني المصري. التوقيع الأستاذ يوسف أحمد يوسف وممثل مجلس الأعمال السوداني المصري اتحاد الغرف التجارية المصرية. دكتور رياض، أهلا وسهلا.
أيضا يوقع الباشمهندس يوسف أحمد يوسف الدكتور رياض البرنامج التنفيذي لمجلس الأعمال للفترة من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2020. نسخة ختام فخامة الرئيسين توقيع بيان ختامي للدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة الخرطوم 24 أكتوبر.